شوف، لما انت تعامل ابنائك المعامله اللي حكينا عليها، اللي السمات السته للمربي الايجابي اللي حكينا عليهم في الحلقات الماضيه، اللي قلنا اللي عليهم الاحترام والاعجاب والحب الغير المشروط والتوقع والصداقه والتوازن اللي شرحناهم هذيكم، انت حيعجب بك ابنائك، حيحترموك. انت شخص حازم، والحزم هذا ضروري منا، والابناء لازم يكون في حزم. شنو هو الحزم؟ الحزم لما في حاجه تضر بصحتهم، تضر بقوانين الدوله، تضر بالدين او تمس الدين، لازم يكونوا حازمين في المواضيع. انت حر، حر ضمن حدود. انت تبي تشري ملابس، انت تختار ملابسك، لكن انا ما خليكش تمشي تختار ملابس مثلا اللي على الموضه، تمشي تختار ملابس مشرقه نشيل لك مكان معروف الملابس كلها فيها كويسة محترمة. هذا نحكي من سن سنة، ثلاث سنوات أربع سنوات، يبدأ في شوية إدراك، يختار الطفل ملابس لوحده، يختار لوحده. لكن أنا نحطه في المكان اللي هو يختار منه، ما نقولش هي امشي تختار زي التربية المتساهلة، البس ما تبي، اشري من وين تبي، أنت حر. فهمت الفكرة؟ الحب الحازم هو الحب اللي ما يكونش فيه دلال زايد، ويكون فيه حدود بشروط معينة. كيف يكون تأثير هذا على شخصية الطفل؟ التأثير الإيجابي هو الحب الحازم. الحب الحازم حينشأ لك اللي كنا النقاط اللي كنت نسرد فيها، حينشأ لك، حينشأ الطفل يكون عنده نتائج إيجابية، شعور بالحب والانتماء لهذه الأسرة، حينتمي لهذه الأسرة، لن يبحث على انتماء خارجي، حيعجب ببوه، حيعجب بأمه، حيكونوا هم أصلاً قدوة في حياته. إذا كانت مثلا عائلة كبيرة يعجب بعمة بخالة بجدة مثلا، حينتمي لهذه الأسرة ويفتخر أنه هو ينتمي لهذه الأسرة. حيكون فعال في المجتمع متاعه، حيكون فعال، حيكون شخص فعال، يعني صاحب مبادرة، صاحب مسؤولية، صاحب قرار، يتخذ قراره، مسؤول على القرار يتخذه، له القدرة والمهارة على اتخاذ القرارات زي ما قلناها. القدرة على الاختيار، وهذه أهم نقطة اللي بنوقف عليها شوية، القدرة على الاختيار. أهم قدرة عند الإنسان هي تكون له قدرة على الاختيار. حتى الملائكة في الآية لما يقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الملائكة لا يعلمون الغيب، لكن المخلوق الذي خلقه الله بمهيته عرفوا ان هو له القدره على مهيته، انه ممكن يكون صالح وممكن يكون طالح. اللي هو قدره الانسان اللي اعطاها الله للانسان، قدره الاختيار، ان هو يختار اما ان هديناه النجدين، ان هديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه القدره اللي خص بها الله الانسان، هي قدره الاختيار، ان نختار. وهذه في علم في العلاج النفسي، في مدرسة اسمها مدرسة العلاج بالاختيار، هي مدرسة ويليام غلاسر. نعم. كيف العلاج بالاختيار؟ أنا واحد اشتمني، أنا حر، الرد ما نردش، الرد حتى لو رديت الرد بقيمي أنا، ما خليش واحد اشتمني أو ضربني أو أهاني أو دني أسلوب، نخلي الاستجابة متاعي عبارة عن ردة فعل. لا، ما خليش ردة فعل، خلي استجابة، أي نعرف أنت الرد. يعني في الموقف هذا الرد ولا ما نردش، نأجل الرد متاعي. نعم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الرسول عليه السلام في بعض المواقف رد وفي بعض المواقف ما ردش، آذوه الكفار وانتقصوا من حقه. نعم. وشتموه وآذوه وما ردش، وفي مواقف أخرى رد، زي الرجل اللي جاي قال ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، قال الرسول عليه السلام رد عليه على طول، قال له ويحك، إن لم من يعدل إن لم أعدل أنا. وفي بعض الحاجات الرسول أجل الرد فيها والتعامل معها إلى أن تحسنت الظروف. نعم. زي بعد فتح مكة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل مجموعة من الناس، أهدر دمهم، مع أن هم قالوا في الشعر أو آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو آذوا الإسلام، وفي تلك اللحظة ما لم يأمر بهدر دمهم، لكن أهدر دمهم لما كانت فرصة مواتية واحدة. فنفس الشيء أنا نختار، اختار واحد جاي يضربني، لكن انا اختار رد عليه ضربه، هو اقوى مني واطول مني واعرض مني، لما بيضربني معناها بيكسر لي عظامي، شنو الاستفاده اللي نستفيدها؟ بالضبط. فالقدره على الاختيار، الانسان القدره على الاختيار لا يستطيع ان تنشئها البيئه المتساهله والبيئه المتسلطه. اللي يستطيع ان ينشئ شاب او فتاه لها القدره على الاختيار اللي يناسبها هي ويناسبه هو، تبع حسب القيم متاعه ومبادئه
ودينه وأخلاقه هي البيئة الإيجابية.